في حفظ الله ورعايته مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، كذا تعلن انطلاقة شوطنا الثاني عشر مشاهدينا الكرام. ناخذ البداية الأولى والمركز الأول هناك على قيادة هذا الشوط حرب للسيد مسلم بن سالم بالحوت العامري، بينما المركز الثاني وصل وتحرك مشاهدينا الكرام العابر محمد بن سهيل بن عويضان خذ المركز الأول، بينما المركز الثاني حرب. المركز الثالث شعار بالعامري بدأ ينضم في المركز الثالث، بنحاول نتمكن من رؤية الرقم حامل رقم 19 اللي هو الظبي المبارك بن سعيد بن عامري، بينما المركز الرابع يتواجد عنيد فري بن صبيح المخيبدي، والمركز الخامس هناك ايضا يتواجد مزعل سعيد بن مبارك المهيري يتواجد على المركز الخامس. هكذا الخمس المراكز الاولى هناك الاسماء المتواجده في تحدي هذا الشوط. نعود الى المركز الاول والى المقدمه. نعود مع العابر اللي على المركز الأول المسيطر في تحدي هذا الشوط مشاهدينا الكرام السيد محمد بن سهيل بن عويضان يقدم لنا العابر تليف المركز الثاني مشاهدينا الكرام للسيد سعيد بن محمد بن مبارك المهيري في ثاني المراكز، والمركز الثالث ثالث المراكز يتواجد هناك شعار بالحوتة القادم مشاهدينا الكرام للسيد حمودة بن محمد بالحوت يقدم شاهين، بينما المركز الرابع حرب لمسلم بن سالم بالحوت أيضا في المركز الرابع. المركز الخامس وصل في هذه اللحظة القادم هداد للسيد حمد بن محمد بن سيف المزروعي يتواجد في تحدي هذا الشوط. نعود إلى المركز الأول وإلى القيادة إلى الصدارة بالمركز الأول. نعود مع العابر وصل هداد بن محوش غادم هداد
قائد صاحب الإنجاز بالعام الماضي. أنا اسم قوي، اسم مرشح، اسم له سجل حافل، ما يصح إلا الصحيح. صاحب العوايد، صاحب العوايد، ما يخلي عوايده. هداد هداد هداد، حمد بن محمد بن سيف بن محوش المزروعي، أحد ممثل الغربية يتواجد هنا على أرضية ميدان الجبيب، يتواجد بهذا الحضور بهذا الانفراد. سلام بو محمد، سلام، تهانينا والناموس لسيد حمد بن محمد بن محوش على فوز هداد بهذا الشوط. لحظات وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز والانتصار، لحظات وصوله هنا يقدم لنا هذا الأداء الجميل، لحظات الوصول. تهانينا للسيد حمد بن محمد بن محوش المركز الثاني، لسيد محمد بن سهيل بن عويضان المركز الثالث، حائدا للسيد محمد بن سلطان برخان المركز الرابع، اللي وصل فيه مشاهدينا الكرام اللي هو السيد سيف بن مسفر العميمي. التوقيت 6:38. تهانينا والناموس سيد حمد بن محمد بن محوش على هذا الفوز والانتصار.